إذا الإخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم طاطا سيكل. كما ديما جبنا لكم الجديد والثمن جد مناسب. المفاجأة اليوم كاينة في الثمن، جبنا هذا البلوتوث. هذا ديجا كان عندنا، جينا نقدموه عاوتاني، جا في هذا الديزاين هذا سميتو ويرلس ايرفون. هو هذا بالنسبة للشارج ديالو، راه كيشد حتى ل 48 ساعة، كيتشارجا في ساعتين من 0 حتى 100% ساعتين. 48 ساعة كيشد هذاك ديال الخدمة، شي حاجه مزيانه، شي حاجه ناضيه. الكاسك ديالنا البلوتوث ديالنا كيركب في الكاسك على هذا الشكل، هذا كيركب كله لداخل، كتبقى غير هذا الميكرو هو اللي فيه هذا لي بوطون هذو باش كتحكم. بالنسبه للامبالاج ديالو هو هذا، شي حاجه مزيانه، ميكرو زوين. الناس ديال ليفريزون، الناس اللي باغيين ليفريو كيخدموا بزاف في التليفون بلا ما تجبد التليفون ديالك غادي بالموتور، شي حاجه ناضيه. هو هذا كيجي بالكابل ديالو وكيجي بحال هكا، فيه هاد لي زي هادي وهادي وهنايا، هادو كيبقاو لداخل، هذا هو اللي كيبقى خارج. فيه الميكرو وفي نفس الوقت فيه الزياده والنقصان. وهذا كيشعل من هنايا، هادي الزياده النقصان، بوز بلاي. بالنسبه للكونتيتي راه كاينه، اي واحد خصو البياسه ديالو راه غادي يجي غادي يلقى عندنا ان شاء الله. وبالنسبه للثمن الاخوان، كما ديما راه ثمن الشينوا في المغرب احسن ثمن في هذا البلوتوث، هذا فقط 170 درهم. 170 درهم بلوتوث، شي حاجه مزيانه بثمن جد مناسب، رخص من لي زيكوتور عاديين. واللي خصو شي حاجه مرحبا بكم كما ديما في محلكم طاطا سيكل.